مجتمع الإلهام، أهلا وسهلا فيكم. اسمي هشام برة وأنا مؤمن أنه مع بعض ممكن نوجد عالم مجتمع فيه الكل عنده القدرة والدعم اللي بيحتاجه ليحقق أي شيء بيطمح له، والكل فيه بحس بالتقدير وما في خوف تجاه المستقبل. ومن خلال أنه نتعلم أكثر عن الريادة، التنمية وتطوير الذات، ممكن مع بعض نعمل مجتمع الإلهام هو هذا المجتمع. لهذا السبب كل شيء ممكن نشاركك فيه من مقالات، لقاءات، منتجات، تدريبات وغيره مكرس ليقربنا أكثر من بعض ويساعدنا نكون مجتمع إلهام حقيقي. مقال اليوم بعنوان اجعل غايتك بدايتك، start with why. وانت عم تستمع للمقال اختار شو اكتر شي عجبك وحسيت انه فيه فائدة، وبدي اطلب منك انك تكتبه تحت بتعليق، وهيك اولا بتساعد بقية الاشخاص اللي معنا هون لينتبهوا اكتر لهذا الشي ونتناقش كنا فيه، وثانيا لما بنكتب الامور اللي عم نتعلمها هذا الشي بيزيد من فرص انه نضل ببالنا وقت اطول وانه فعلا نطبقه ونستفيد منه بحياتنا. وهلا استمتع بالمقال. سمعان بهي الاسماء من قبل؟ ستيف جوبز وابل، بيل جيتس ومايكروسوفت، مارك زوكربيرغ وفيسبوك، سيرجي براين ولاري بيج، جوجل، إيلون ماسك، تسلا موتورز وسبيس اكس، أوبرا وينفري وبرنامج أوبرا التلفزيوني. قد تكون سمعان بالاسم أو بالشركة، لكن أكيد بتعرفهم، والسبب ببساطة لأنهم أشخاص اكتسحوا العالم. السؤال، كيف قدروا يكتسحوا العالم؟ الجواب قد يكون أبسط مما أنت متخيل. هدول الأشخاص اكتسحوا العالم من خلال منتج أو أحيانا مجموعة منتجات قدموها للمستهلك مثلي ومثلك. بس هيك ببساطة، كل واحد منهم بدأ بمنتج وبعدها بنى شركة حول هذا المنتج. الأمر مو أكثر من هيك أبدا. ستيف جوبز بدأ بأبل ون اللي كان عبارة فقط عن لوحة بدون بقية الأجزاء، وفيك تستخدمها للبرمجة أو الألعاب أو حتى لتشغيل نظام بسيط. وبعد هيك بدأ بتطوير هذا المنتج والتوسع لمنتجات تانية. بس بهي البساطة، هاد كل اللي عمله ستيف جوبز، أوجد منتج، بنى حوله شركة وطرحه بالسوق. حتى مو هو اللي اوجد المنتج عمليا، هو ما كان المبرمج وما كان المصمم. فاذا ليش معظم الناس مو سمعان غير باسمه، وقليل من الناس بتعرف بستيف ووزنياك اللي هو المبرمج وراء ابل؟ وعلى فكره كل الناس تحكينا عنهم من قبل بينطبق عليهم نفس الامر تماما، هن اشخاص اوجدوا منتج طرحوه بالسوق وبنوا حواليه شركه. بيل جيتس المنتج الاساسي هو ويندوز مايكروسوفت، مارك زوكربيرغ موقع فيسبوك، سيرجي براين ولاري بيج موقع جوجل، ايلون ماسك عنده سيارات تسلا الكهربائيه، أوبرا وينفري قدمت برنامج أوبرا التلفزيون. كل هدول منتجات، هلا هنا أكيد منتجات مختلفة لكن بالنهاية منتجات، وطبعا مثل ستيف جوبز كلهم طوروا المنتج اللي بدأوا فيه وتوسعوا لمنتجات تانية. لكن معقول يكون الموضوع بس هيك؟ يعني ما في سر عظيم أو وصفة سحرية خلت هدول الأشخاص يكتسحوا العالم من خلال المنتجات اللي قدموها؟ يعني في كتير ناس عملت منتجات وشركات وما نجحت، بالعكس خسرت وخسرت خسارات كبيرة كمان. فشو اللي بيخلي هدول الأشخاص مميزين؟ الجواب أكيد في سر، وهذا السر تحدث عنه شخص جدا مميز ورائع اسمه سايمون سينيك، مؤلف اثنين من أكثر أروع الكتب اللي قريتهم بحياتي. الأول اسمه اجعل غايتك بدايتك، start with why، والثاني اسمه القادة يأكلون أخيرا، leaders eat last. وبهدول الكتابين بيحكي عن كيف بيقدر القادة العظماء يلهموا الناس ويحركوا الجماهير ويبنوا أعمال وشركات بتكتسح العالم. وبيقول سايمون إنه السر هو كالتالي: الناس ما بتشتري شو عم تبيع، وإنما بتشتري ليش عم تبيع. رح أرجع عيد: الناس ما بتشتري شو عم تبيع، وإنما بتشتري ليش عم تبيع. بمعنى بحقيقة الأمر معظم الناس ما بتشتري المنتج، وإنما بتشتري القضية والرؤية والغاية من المنتج. والفرق الوحيد بين الأشخاص اللي حكينا عنهم اللي اكتسحوا العالم بمنتجاتهم وشركاتهم وكل الناس التانيين اللي ما نجحوا، هو إنه هدول الأشخاص بيملقوا قضية وغاية واضحة تماما، وبيحرصوا إنه يسوقوا هاي القضية أو الغاية قبل ما يسوقوا المنتج حتى. فمثلا رسالة تسويقية من شركة معينة بتكون كالتالي: نحن شركة جدا عملاقة بعالم التكنولوجيا، نملك منتجات جدا رائعة متطورة وذات تصميم مميز، هل ترغب بشراء منتجاتنا؟ أما إذا بنسمع رسالة تسويقية من شركة أبل مثلا، فرح تكون كالتالي: نحن نؤمن بتحدي الوضع الراهن وعدم تقبل المفروض، نحن نؤمن بأهمية التفكير بشكل مختلف، والطريقة التي نتحدى فيها الوضع الراهن هي من خلال إيجاد منتجات رائعة متطورة وذات تصميم مميز. إذا كنت ممن يفكرون بطريقة مختلفة فلدينا منتج مميز لك، هل ترغب بشراء منتجاتنا؟ في فرق ما هيك؟ الفرق ببساطة أبل منا بس عم تبيعنا منتجات، وإنما عم تبيع قضية وغاية واللي هي تحدي الوضع الراهن وعدم تقبل المفروض والتفكير بشكل مختلف. من أول لحظة تأسست فيها أبل كان هاد غايتها. بعام 1948 أطلقت أبل إعلان جدا رائع مدته دقيقة واحدة فقط. الإعلان كله بالأبيض والأسود، وبيظهر ناس عم يتحركوا كأنه المسيطر على أدمغتهم، وقاعدين قدام شاشة كبيرة وعم ياخذوا أوامر وعم ينعمل لهم غسيل دماغ من قبل شخص ظاهر على هي الشاشة كأنه طاغي، وهن فقط عم يكرروا وراه مثل الروبوتات.
كان المقصود بهذا الكلام هو الشركة اللي كانت محتكرة عالم التكنولوجيا بهذاك الوقت وكان اسمها اي بي ام. وفجأة بفرجونا بالإعلان صبية عم تركض وهي الوحيدة اللي ظاهرة بالألوان وسط كل الأبيض والأسود اللي حواليها، وبفرجونا إنه بإيدها مهدة بتزتها على الشاشة وبتكسرها. والمقصود بهذا الشيء شركة أبل ومنتجها الجديد ماكنتوش، اللي هو عبارة عن الحاسب الشخصي، وإنه شركة أبل عم تتحدى الوضع الراهن والمفروض وعم تفكر بطريقة مختلفة. هذا الإعلان حقق نجاح جدا هائل رغم إنه المنتج ما تم عرضه بالإعلان حتى، فقط بنهاية الإعلان تم وضع سطر بيقول في 24 من شهر كانون الثاني شركة أبل ستقدم ماكنتوش، وسترون عندها أن عام 1948 لن يكون كما يفترض لعام 1948 أن يكون. فقط هذا الشيء الوحيد اللي قالوه عن المنتج، لا قالوا ميزاته ولا سعره ولا أي شيء تاني. فشو سبب النجاح الكبير اللي حققوه؟ لأن مثل ما قلنا الناس ما بتشتري شو عم تبيع، الناس بتشتري ليش عم تبيع. وبكل بساطة الناس اللي بتؤمن بنفس الشيء وبتملك نفس الغاية حيكونوا متعطشين لامتلاك أي منتج بتقدمه أبل، رغم أنه أبل مجرد شركة تكنولوجيا، ومع العلم في شركات تانية بتقدم منتجات أرخص وأكثر جودة ممكن حتى، لكن الأمر ما له علاقة بالمنتج أبدا، الأمر له علاقة بالقضية. ورغم أنه ستيف جوبز ما كان المبرمج أو المهندس أو المصمم، لكن هو كان الشخص اللي قادر يعبر عن الرؤية والقضية والغاية، وكان قادر يوصفها بكلمات أي شخص قادر يفهمه ويحس فيها. لهذا السبب كثير ناس بينظروا لأبل على أنه أشبه بطائفة، والناس اللي بتشتري منتجات أبل بيكونوا مستعدين يوقفوا ساعات قدام المتاجر ويدفعوا مبالغ طائلة كرمال يشتروا أجدد منتجات أبل قبل ما يشتريها أي حدا تاني. وحتى لو أنه ممكن يكون في منتجات أفضل، لكن لا يمكن يشتروا غير أبل لأنها بتحكي عنهم وعن قضيتهم وأنه هن كمان أشخاص بيفكروا بطريقة مختلفة. وبنفس هذا المبدأ إذا شفنا كل الناس اللي حكينا عنهم سابقا فهن أشخاص عاديين وقد يكونوا بيملكوا منتج عادي، لكن بيملكوا قضية واضحة وغاية عظيمة بيأمنوا فيها وبيسوقوها للناس، والناس اللي عندها نفس الإيمان ونفس الغاية حتكون معهم أكيد. بصندوق الوصف رح تلاقي رابط فيديو من موقع تيد لسامون سينيك جدا ملهم بيحكي فيه بتوسع أكثر عن هاي الفكرة، وكمان رح تلاقي رابط للإعلان تبع أبل للي بيحب يشوفه. وعلى فكرة على نفس المبدأ أنا عملت مدونة مجتمع الإلهام لسبب ولغاية. أنا مؤمن أنه مع بعض ممكن نوجد عالم مجتمع فيه الكل عنده القدرة والدعم اللي بيحتاجه ليحقق أي شيء بيطمحله، والكل فيه بحس بالتقدير وما في خوف تجاه المستقبل. ومن خلال أنه نتعلم أكثر عن الريادة التنمية وتطوير الذات ممكن مع بعض نعمل مجتمع إلهام هو هذا المجتمع. لهذا السبب كل شيء ممكن نشارك فيه من مقالات لقاءات منتجات تدريبات وغيره مكرس ليقربنا أكثر من بعض ويساعدنا نكون مجتمع إلهام حقيقي. بالتوفيق للجميع. مجتمع الإلهام شكرا كتير لأنكم خصصتوا الوقت للاستماع للمقال. مرة تانية أكيد حاب أعرف شو أكتر شي عجبك ولقيت فيه فائدة وليش، وإذا كتبتوا بتعليق هون رح تلاقيني معك وعم شاركك بالنقاش. بدي أطلب منك كمان تعمل سبسكرايب أو اشتراك بالقناة إذا بدك دائما نستمر بتقديم مقالات صوتية مثل اللي سمعته، ويضل دائما عم يصلك كل شي جديد على قناتنا. بالنهاية مجتمع الإلهام بتمنى فعلا تكونوا استمتعتوا بالمقال وحصلتوا منه على فائدة. بالتوفيق للجميع.